السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا مش بهزر في العنوان، أنا شايف إن المرة دي السيسي مغلطش فعلا، مش غلطة السيسي، وهو اللي مفهمش لحد دلوقتي اللي احنا كنا بنقوله زمان، أو يستغرب أو يقول لك أي يا عم مش الدرجة دي، أو يكون واحد لجنة سايب أمه مع الصول ويقول له روح خلص الكلمتين وتعالى خدها مني. كل دول ملناش علاقة بيهم، لكن اللي قاله السيسي النهاردة هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه وفي الخطبة بتاعته النهاردة؟ الكلام اللي الناس استغربت وزعلت منه لما قال هو انت ليه مش عاوز تدفع تمن اللي انت عملته في 2011؟ هو قال كده فعلا. طب هيعمل لك ايه؟ ما هو كان ماشي في سكة حرب روسيا واوكرانيا، يعني الراجل ما غلطش، كان ماشي صح لحد ما لقى ايه؟ لقى اوكرانيا اللي هي بقى الحرب بقى. يعني هو بيقول لك ايه؟ انا مش عارف احارب عشان خاطر روسيا واوكرانيا بيحاربوا بعض. فطلعت اوكرانيا اللي هي عماله تدك دي بتدينا عاوز هتدينا قمح، فبرضه محرج، برضه مهما يكون ابن هي برضه حاجه تكسب. فراح قال لك طب ايه اللي مضمون؟ فراح قال لك ايه؟ انت ليه مش عاوز تدفع اللي انت عملته في 2011؟ فانا طبعا لما قال كده قلت يا نهار اسود ايه اللي عملته؟ قعدنا الناس تبص كده وقعد يفكر وايه 2011؟ طلع بقى بيتكلم على ايه بقى؟ بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ال 11 يوم الناس فيهم نزلوا ميدان التحرير. هو ده يا جدعان، هو ده اللي خرب ميتين ام البلد، فاهم ازاي؟ بقول لك وبعدين حتى ايه يعني جه استشهد بمين؟ عشان برضو في ناس كانت تشكك. قال لك ايه؟ وحتى ساله معيط، هو اسمه معيط على فكره، والله مش انا مش بشتمه، هو اسمه معيط فعلا. شوف الناس حتى اللي وراها عماله تضحك ان في حد اسمه معيط. فقال لك حتى معيط اساله معيط. فطبعا ويا للمفاجاه، محيط امن على كلامه. ايه بقى كلامه؟ طبعا قبل ما اتكلم برضو عشان ما يجيش حد من ولاد اللي هم اللجان يعني يخش يعمل لنا اي انجاز، هو الراجل بيقول ان هو في ورطه، فمفيش ما يدعو ان انتوا تحرقوا طاقه وتنزلوا لنا انجازات كبيره جدا جدا، وان مصر بقى كل دول غيرانه منها عشان هو الراجل العرض اللي مسرحكم اصلا بيقول ان هو في ورطه. تعالوا بقى نتكلم عن سبب الورطه، عشان في ناس كتير فاكره ان هو ايه عشان ابن شر بيبني قصور لمراته، وانه بنى 30 سجن، وانه بنى وانه باع كل حاجه في البلد، وانه عمل العاصمه الاداريه الجديده مش عارف بتشوحر 100 مليون دولار تريليون دولار، وعمل العالمين الجديده وعمل قطر. هم نفسهم قالوا ما حدش هيركبه بقى، قال لك لا 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 مش هنوقفه ولا حاجه خالص، لا هنكمله عادي، ومونوريل ومش عارف و يعني عمل كل حاجه الشعب مش هيستفيد بيها. لكن هو ده السبب، لو انت مش عميقه، لو انت مش وطني، لو انت امك مش رقاصه، لو انت امك مش رقاصه تفكر في كده، لكن لو انت وطني وامك رقاصه بترقص قدام اللجان وتهار التحرش هتفكر بقى في اللي قاله سيادة الزعيم السيسي. انت مصري بقى، وطني، انت وطني من مصر، لكن احنا خونة من مصر. مصر مفيش حاجة اسمها مصر دلوقتي، في حاجة اسمها مصر، واخد بالك ازاي؟ فانت عشان تبقى وطني تقول ان ال 11 يوم دول، ال 11 يوم دول هم اللي عملوا فينا كده. تخيل، مع ان الناس كانت بتشتغل عادي والله جدا في بقية الحتت، والتحرير كان في شوية ناس قعدوا 11 يوم، قعدوا 11 يوم، مش ولاد زنا الشباشب اللي بيحكمونا بقالهم سبعين، لا ولا حاجه خالص. والغريب بقى حضرتك، الغريب اللي عاوزك تلفت نظرك ليه عشان تعرف يعني الراجل ده صادق قوي وامين قوي قد ايه، ان الراجل اللي مسك من 2012 ل 2013 بعد بقى ما حصل الخراب اللي احنا عملناه في 11 يوم، الخراب الناس واقفه من التحرير، الراجل ده كان بيحصل فيه ايه بقى؟ كان كل يوم جمعة على القصر الجمهوري، السهرة بتاعته عند القصر الجمهوري، السهرة بتاعته ناس بتحاول تطلع في القصر الجمهوري. ويوم الحد بيطلع التوعرس بيجيب الناس اللي هم مصدقينه معاه، ما هم عندهم توعرس واحنا عندنا توعرس برضه، اوعى يعني هم الناس الشيوخ بتوعنا راحوا فين يعني، التوعرس بقى بتاعهم بيطلع كل يوم مسيرات ويتلم عليها كل القواديم، ده كل يوم جمعه وحد، ده لمده قد ايه؟ لمده سنه مش لمده 11 يوم. وكل يوم في يا اما عيال معتصمه، يا اما عيال عامله اضراب، يا قافلين مجمع التحرير وقافلين الطرق وبيرموا البترول على الارض، البنزين على الارض، والاعلام بتاعه، الاعلام بتاعه بتاع السنه دي بيبتدي الصبح صباح الخير مثلا الساعه 4 الفجر لحد تاني يوم الساعه 6 الصبح، عمال يسب في ميتين ام الراجل اللي هو بتاع رئيس الجمهوريه، وبيقول عليه
ان هو باع سينا وباع كل ده، كل الحرب دي، والشرطه ما تقدرش تنزل، والجيش بيطلع الناس بيشد الناس عشان يطلعوا على القصر الجمهوري، على القصر الجيش نفسه، ومتصورينهم طبعا بفيديوهات، وكل الدول العربيه بتحاربه، كل الدول العربيه، ما هو الدول طبعا يعني بجنب الشعوب، انا بتكلم على الحكام، عشان هو نفس الخنزير اللي نط، هو واحد اللي جاب هنا وهنا 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 وهنا، كلهم نفس الخنزير طبعا، عشان اللي فهم ولا الهوى ولا اي دعم ولا اي حاجه، بل مجرد صعوبات على طول. تخيل الراجل ده ولمده سنه بعد كل اللي انت حضرتك عملته ده واللي انت بتقوله ده، تخيل حضرتك، تخيل حضرتك ان هو ما زودش الدين، تخيل، تخيل حضرتك اللي كل اللي خده 2 مليار، تخيل، تخيل ما فيش، برغم ان انت بتقول ان ال 11 يوم عملوا، هو بيقول ان فترة يناير دي خسرت البلد 450 مليار. طب ده اللي انت عملته طبعا، اللي هو اللي هو الانقلاب اللي انت طبعا عامله من اول يوم، لو انت لو احنا البلد خسرت من قعدتنا في التحرير، قاعدين في التحرير وكنسنا بعد ما مشينا، كنسنا و11 يوم، اما اللي انت عملته في الرئيس مرسي ده خسر البلد كام، خسر البلد كام يا ابن لازم اليوتيوب يدينا برضو فرصة عشان ما يحصلناش حاجة يا ابني. وبعدين خلاص، فالراجل قال، وبعد بالعكس قال لك مصر لن تفلس ومصر مش عارف ايه، وما حصلش حاجه خالص. وبعدين بقى خد عندك الراجل ده بقى، الراجل الطيب ده اللي جه بعد خراب البلد، بعد حاجه ما خراب البلد، ما رفعش الدعم. تخيل انت رفعت الدعم عن البنزين وعن الكهرباء وعن الميه وعن الغاز وعن، صح، ومع ذلك ما رفعش الدعم. تخيل، وتخيل كمان ما زودش الدين، وتخيل كمان، تخيل كل ده، تخيل ما خدش زيك 200 مليار دولار ومع ذلك يا اخي قدر يستحمل المصيبه اللي احنا عملناها في 11 يناير، ان احنا نزلنا نقول ان احنا عاوزين نبقى بني ادمين ونختار اللي بيحكمنا. بس احنا كل اللي عملناه، شفت بقى احنا لما نزلنا التحرير وقلنا احنا عاوزين نختار اللي بيحكمنا، حصل كل البلاوي دي بقى، رجعت 450 مليار جمعين بقى في الارض. ازاي ننزل ميدان التحرير ونقول عاوزين، لكن نبعت الراجل نقفل كل ده راجل قفل ومحافظة كفر الشيخ بجنزير، بجنزير اللي هو اساسا طبعا يعني، المهم ما انت عارفين طبعا يعني، ويجي الراجل يختار واحد يقفل حفظ الاسر يقول له ده انت كنت مشترك في حزب زمان فانت مش عارف ايه، والدنيا كلها تقوم وتقلبه. جفل وانا ما رفعش اسعار حاجه خالص خالص، كمان انت جيب بقى، جيت قتل لك 10,000 واحد اول 5-6 اشهر كده، قلت ما احنا عايزين بقى نبتدي نضيف، ماشي يا عم، ومعتقل لحد دلوقتي داخل على 100,000 واحد. ما احنا عشان انا عايز اشتغل، عارف محمد هنيدي لما قال لك ايه، انا عايز اكل فول بالصلصه، وتجيبوا لي فول بالصلصه لوحدي، انا مش عاوز برلمان، البرلمان ده فقالوا له طب ماشي بس يعني شويه كده، ويعني مش عارف ايه، قال طب انا عاوزهم كلهم يكون لهم ملف في الاداء، حضرتك اقل واحده هتكون ممسوكه 5 مرات نازله بملايه 5 مرات، دي اطهر واحده هنجيبها لك في البرلمان. طب والرجاله اللي هجيبهم لك؟ قال لك ما هم دول بقى اللي واقفين بره بيعرصوا عليهم، فخلاص فجم عاملين لك البرلمان اللي انت نفسك فيه. مفيش شويه يا جماعه، والله العظيم انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. خلصنا الحاجات دي كلها، فجاي لك ايه، انا عاوز اللي هو بقى ايه اللي القواد ده كان بيقود عليه، تجيب لي امه تحطها في القضاء. قال لك طب ولو راجل يبقى امه بقى اللي جايب لك القضاء. ما فيش واحد فيهم، واحنا قلنا طبعا لليوتيوب يعني اطهر من فيهم مومس. طيب انا عاوز ابيع تيران وصنافير. قال لك تيران وصنافير تبيع؟ طب بيع بقى، طب خلاص إيه، انا هغلي الكهرباء اللي بدولار اللي بجنيه بقت ب 10 جنيه ماشي خلاص براحتك. انا مش عايز حد يتكلم عليا، انا عاوزكم تعملوا لي انجازات. انت لو تتخيل الاعلام كان بيعمل ايه في الرئيس مرسي، وبيعمل ايه لابن ده، العيال دي والله ما تتساب، اقسم بالله العظيم، قسما بالله العظيم، هو كتب كلمه النهايه، بيكتب كلمه النهايه، والله والله ما هنسيبه، والله العظيم كل حرف بتقولوه من اوسخ لجنه، من اوسخ لجنه، والملفات بتاعتكم اللي بتقبضوا عليها موجوده
وحياة أمك لو قلت لي أنا كنت عشان أمي مريضة وأنا غلبان وباخد 20 جنيه زيك زيك يا قواد زي عمرو أديب اللي بياخد 50 مليون جنيه في السنة، كلكم أوسخ من بعض، مفيش حد فيكم قطر، مفيش حد فيكم والله الشعب يرحمه إن شاء الله بإذن الله خالص، لأن أرواح المصريين مش لعبة، دم المصري كرامة المصريين مش لعبة، اللي بتتهم في كل حتة بتتهم في كل حتة. طيب انا عاوز الجيش يجي يلحس لي خدي، طيب ماشي يجي موطي والجيش ابتدى يلحس له خده، طيب انا عاوز الجيش يجي يمسح لي جزمتي، طيب خلاص الجيش اسمي. انا عاوز الشرطه تموت الناس، انا عاوز الشرطه تموت. بعد كده جاي يا ابن مليكه تاني تقول لنا دلوقتي اصل دي غلطتكم في 2011، هو احنا كنا جبناك؟ طب بلاش كده يا سيدي، سيبك من كل ده. الناس ملتبس عليها الامر ليه؟ ليه؟ عشان في واحد ابني متنقل شبهك بالظبط، واخد بالك ازاي؟ شبهك بالظبط، قزم ابن قزم قميء شبهك، راح مسك الحديده وقال لنا ايه؟ قال لنا ادوني 6 اشهر بس. قال لنا برضه مره ايه؟ احنا جبنا جون يا مصريين، احنا جبنا جون يا مصريين. حاجه تانية قال لك ايه؟ احنا كويسين قوي 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 قوي. الكلام ده كان انت حضرتك مش قبل 2011، لا الكلام ده بعد 2011 باكتر من 10 سنين، وهو عمال يقول لنا مش عارف ايه. احنا كل غلطتنا، لو هنتكلم بجد بقى عشان يعني ايه الواحد يقول كلمه الحق، كل غلطتنا اللي عملناها في 2011 عشان اخطائنا يعني ما اقدرش ننكر عليها، ان احنا مثلا ايه رحنا وقعنا على اتفاقيه اعلام مارس، وده فعلا لا لازم نعترف بالغلط يا جماعه. انا بصراحه كنت في التحرير، وبعدين واحد جاي لي ايه ما تيجي نخلص موضوع النيل، فقلت له طب يعني والناس وكده، قال لي يا عم خلاص لا ناس ولا بتاع. جيت رايح واخد بعضي وجيت رايح مقابل الراجل اللي هو البشير بتاع السودان والراجل اللي هو ابي احمد، وجيت قلت له تعالى يا عم نخلص موضوع النيل ده والبلد ايه في حاله سيوله، وجيت ماضي على اتفاقيه اسمها اتفاقيه مارس 2015. الاتفاقية دي فعلا كانت غلطة مني. ليه بقى حضرتك؟ عشان انا تنازلت فيها عن النيل، وافقت ان هم يبنوا سدود، مع الواحد يقول اللي يولي عليه برضه من غير ما حد حصة مصر. وكتبت في الاتفاقية، وكتبت في الاتفاقية ان الـ 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 لو هتخانقنا احنا واثيوبيا وكده وعاوزين نشتكي او نحاول الموضوع للقضاء الدولي او حاجة، لازم اثيوبيا تيجي معانا تشتكي معانا اثيوبيا. فعلا كانت غلطة مني بصراحة يعني. وبرضه عشان اقول كل حاجه اللي هو اللي عليا، كتبت برضه في الاتفاقيه بتاعه سيد نهضه ان ممكن واحنا مختلفين اثيوبيا تكمل عادي، او الله ده اللي كتب في الاتفاقيه في اعلام مارس، تكمل عادي اتفاق المبادئ واحنا بنتخانق، فاحنا عمالين نتخانق وهي بتكمل عادي بتكلم عادي. وبعدين انا لغيت برضه بصراحه لما رحت بقى، انا بقى يعني يا جماعه هنقعد نكذب لحد امتى بقى؟ هي لحظه مصارحه للنفس، رحت كتبت قلت مش حصص بقى، احنا كان لنا 55 مليار متر مكعب، قلت ان لازم المياه تتقسم عن طريق احتياجات الدول، وعن طريق ان المياه بتمشي فين اكتر، وعن طريق التنمية، يعني لغيت الحصص اللي هي رقم، كان بيجي لنا رقم. ماشي لو هتقول لي دي غلطتك كراجل هقول لك ماشي، بس اقول لك ما تحملهاش لكل اللي نزلوا يناير 2011، دي غلطتنا. غلطتنا التانية حضرتك ايه؟ ان في واحد بس مش اللي عملتها بقى، الراجل كان قاعد جنبي ما كنتش اعرفه، كان في يناير فجاه كده طلع في دماغه ايه؟ يبني قصور الانتصار. هتقول لي هو مال ومال الانتصار يعني؟ هو كان لما اخذ يعني بيقفز عليها، بقول له لا ما حدش بيقفز عليها اصلا، شكلها اللي بتقفز عليك انت يا سيسي. لا قال لك انا عاوز اعمل تغيير، فابتدى يعمل قصور الانتصار معاك وصرف القصور، وهي يعني دي نقطه بره خارج الموضوع خالص، هي مهما تعمل مهما تلبس انت شامم ريحه الكرشه، والله ما بهزر، شاممها حتى لو في فيديو وانا قاعد في امريكا وهي قاعده في مصر، انا شامم ريحه الكرشه والله. فعمل مش عارف ايه كذا، ماشي دي غلطتنا صح، ما اقولكش لا. الراجل التاني برضو اللي كان قاعد معانا برضو اللي راح بتخلى عن تيران وصنافير، ماشي صح. اللي طلع في باله من في عندنا ان هو فجاه كده يبني العاصمه الاداريه الجديده، وانا عارف موقفك كان مشرف، قلت له لا واحنا قاعدين في 2011 جه واحد جاي لك ايه ما تيجي كمان نعمل عاصمه. فالرطب لما الامور تهدى قال لك لا هي داخل على العاصمه الاداريه الجديده. كان معانا كل حاجه، انت عارف احنا الشعب معانا كل حاجه، جه نازلين وابتدى الراجل وعمل العاصمه الاداريه الجديده، ما تعرفش خدت كام تريليون. فغلطان ليه؟ ليه غلطان؟ عشان ما فيش حد من العاصمه الاداريه دي من المصريين مستفيد بيها معاك.
الاستاذه اللي كانت قاعده في ميدان التحرير وكانت ناحيه اللي هو عالمين كده، كانت ماسكه بتاع دي، فعلا اعترفت قالت يا جماعه انا اللي بنيت مدينه العالمين الجديده، انا اللي بنيت مدينه العالمين الجديده، بس كل دي اخطاء ماشي، بس هي السبب في اللي احنا فيه؟ لا، ليه حضرتك؟ لان العاصمه الاداريه الجديده زي ما انت قلت ايه، دي ما كلفتش الدوله مليم. دي غلطه مين بقى يا جماعه؟ دي غلطه مين؟ غلطه المعيز، وغلطتنا ان احنا معشرينهم لحد دلوقتي. اه والله المعيز ما ينفعش ان يكون اي حد في دائره معرفتك معزه وانت بتبكي على شيء. وصلونا لايه دلوقتي؟ وصلونا هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ اخطر ما في الخطبه ان بيقول لك مش هتقفوا معايا يا ابن يعني هو كل ده الناس ما كانتش واقفه معاك؟ يعني هو انت كنت معيش الناس في انهار اللبن والعسل، وجي الوقت بقى اللي انت بتا... ما فضلش حاجه خالص، دي الناس بتاكل رجلين الفراخ، دي الناس اصبحت البطاطس بالنسبه لها امل، هتاكل الناس ايه؟ هتاكل. وبعدين مفيش حاجه في حكم العسكر اسمها ان هو اللي غلطان او ان هو هيغير، لا انتوا هتقفوا معاك يعني ايه؟ يعني هيبتدي يمتي في الشارع تلاقي واحد اتنين عساكر يلا يا مواطن ويسحب منك دم ويواخد دم بايعه، اتمنى ان هو ما يكونش هياخد الفكره دي مني ويطبقها بكره، يجي هيسحب هيبيع دمكم، بس يعني هو ده اللي فاضل ان انت تبقى ماشي في الشارع فيجي واحد بس برضه مش عارف يسوقه عشان كميه الامراض اللي هو ايه استوطنت فيه، باع كل ما تملك مصر، كل ما تملك مصر لاسرائيل عن طريق الاماره. شفتوا انتوا عملتوا فينا ايه؟ شفت عشان امك ترقص يا ابن الرقاصه عملتوا فينا ايه يا ابن الرقاصه؟ ما كانت طلعت يا اخي رقصت فوق السطوح، ما كانت طلعت، مش هقول لك في الاوضه ما حدش هيشوف، ما كانت طلعت رقصت فوق السطوح وابوك جاب الرق، ابوك ما هو لازم برضه يعني امك ترقص لازم ابوك يعرف، وطلع والناس ويحدفوا لهم فلوس وخلاص، بس بدل ما تخربوا البلد كنتوا رقصتوا عندكم فوقكم. النهارده ان شاء الله الساعه 3 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، لقائي مع الأستاذ المقاول الفنان محمد علي والدكتور هشام صبري، هو دكتور قانون، هو أصلا كان ضابط شرطة ودرس دكتوراه هنا في أمريكا وبيدرس في أحد جامعاتها، والأستاذ شريف وهو أستاذ شريف عثمان وهو محاسب عنده مكتب محاسبة هنا، وهو كان أصلا ضابط جيش واستقال من هو نقيب وجي هنا وكان في بعثة يعني كده. هنتعرف مع بعض وهنتكلم على حلول بقى، على حلول، احنا بنتكلم على حلول كل مناقشاتنا دي في إطار الثورة وجهات النظر حوالين الثورة، نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل ايه عشان اللي نازل يقمع الشعب يبقى عارف انه هيطلع ثلاثة ميتين أمه، ان انت والله ما فيها رحمة، والله ما فيها رحمة لو انت اعتديت على شعبك المسالم، على شعبك الاعزل عشان تحمي جاسوس. نشوفكم ان شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على خير.